إذا كنت من المتابعين الجدد اشترك الآن في القناة ليصلك الجديد بالضغط على الزر الأحمر أسفل القناة مع تفعيل الجرس، ولا تنسوا دعم المقطع بلايك. شكرا لكم جزيل الشكر. بسم الله الرحمن الرحيم، مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام تونس في مباراة الليلة. يستضيف استاد الجيش ببرج العرب في تمام الساعة 6 مساء كلاسيكو العرب وأفريقيا في المباراة التي تجمع بين منتخب مصر ونظيره التونسي ضمن منافسات الجولة الخامسة من المجموعة العاشرة للتصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا. ويتصدر نسور قرطاج المجموعة العاشرة برصيد 12 نقطة، فيما يحتل منتخب الفراعنة المركز الثاني برصيد 9 نقاط، وحجز المنتخبان تأشيرة التأهل لبطولة الكان. ومن المقرر أن يخوض المنتخب الوطني المباراة بتشكيل مكون من محمد الشناوي في حراسة المرمى، الرباعي أحمد المحمدي وباهر المحمدي وأحمد حجازي وأيمن أشرف في خط الدفاع، محمد النني وطارق حامد في الوسط المدافع، ثلاثي وسط هجومي مكون من عمرو وردة ومحمود تريزيجيه وحسين الشحات ومحمد صلاح كمهاجم صريح. شكرا لحضراتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.